بأجواء تفاؤلية دخل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون نصف ساعة كان كفيلا جعل ميقاتي يغادر بأجواء سيئة تشاؤمية. ووفق المعلومات فإن العقدة متفرعة إلى شقين، الأول حصة المردى والثاني حصة الاشتراكي. فعلى اعتبار أن الوزير السابق سليمان فرنجي هو الطرف المسيحي الوحيد الذي سيعطي الحكومة الغطاء المسيحي في هذه المرحلة المتراكمة بالأزمات، طلب فرنجي ثلاث وزارات بينها وزارة وازنة. فكان جواب رئيس الجمهورية لميقاتي كيف لتكتل من ثلاثة نواب أن يكون له ثلاثة وزراء في الحكومة. أما الشق الثاني من العقدة فمتمثل في تمثيل الاشتراكي، حيث أصر الرئيس عون على أن تكون حقيبة التربية للنائب طلال أرسلان وأن تكون حقيبة المهاجرين للنائب السابق وليد جنبلاط، على قاعدة أن عون تنازل عن التربية للطرف الدرزي الذي يريده هو ولن يعطيها للاشتراكي. فكان اعتراض ميقاتي على رفض عون تمثيل ثلاثة نواب بثلاثة وزراء في وقت يصر فيه عون على تمثيل نائب واحد أي طلال أرسلان بحقيبة وازنة، ويمثل الكتلة المؤلفة من تسعة نواب أي اللقاء الديمقراطي بحقيبة عادية. فرأى ميقاتي أن رئيس الجمهورية نسف تفاهماته مع الأحزاب وعقد الحلول الحكومية، وهذا ما قلب موازين التفاؤل. حكومة عم نجرب أن نحل الموضوع بالطريقة تكون ملائمة للجميع وتكون حكومة تقدر تواجه الواقع الموجود اليوم بلبنان. نحن كلنا عارفين الصعوبات وعارفين أنه لازم يكون كلياتنا إيد واحدة، وأنا هذا اللي بدي إياه، أنه قد ما بنقدر قدر المستطاع تقدر تتضافر الجهود لحتى نقدر نقوم بهالحكومة بالواجبات والمسؤوليات الكبيرة المنتظرتنا. اليوم صار حديث بالعمق، كمان حيكون عندنا لقاءات أخرى هذا الأسبوع، وإن شاء الله مثل ما قلت مرة إنما نحكم على الأعمال بخواتمها مش كل يوم بيومه. دخلنا بالأسماء، بس عم بقول العبرة بالآخر، يعني عم نحل كل موضوع وموضوعه، ما بعرف آخر موضوع كيف بينحل. بقدر أقول نسبة تشكيل حكومة أكثر من نسبة الاعتذار، ولكن ما في شيء بثبت ذلك. متى تعتذر ولم تشكل؟ ما في عندي وقت محدد، أنا قلت بدي دلني أخدم هالبلد، بس كمان برجع بقول المدة مش مفتوحة. إلا أن مصادر بعبدة قالت إن الرئيسين عون وميقاتي دخلا مرحلة التسمية في الحقائب التي جرى التوافق عليها، ما يتطلب مزيدا من التشاور، خصوصا أن بعض الأسماء ستكون توافقية وتبادلا الأسماء، وسيدرسها الطرفان على أن يأخذا الوقت الكافي للاتفاق عليها أو تعديلها، ويفترض أن تتبلور الصورة في 48 ساعة المقبلة. وختمت مصادر بعبدة بأن حقيبة الطاقة لا تزال قيد البحث، أما حقيبة الشؤون الاجتماعية ففي طريقها للمعالجة.